تبين بانه ما كاين بعض الاطفال يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي يمكن تقلق الساكنه لا ديال المدعيه المتواجدين داخلها ولا كذلك العمال ديال اسمه من الناحيه الصحيه ديالهم. احتاج مشروع هذا مشروع كبير، مشروع اللي خصنا نفتخروا به لانه مشروع اللي عملوا فيه مهندسين مغاربه وتقنيين مغاربه وشركات مغربيه الحمد لله، وهو مشروع كيركز على الفحم النظيف وتكنولوجيا نظيفه. وحنا عندنا كما قلت لكم وكان وعدكم بانه على الارقام والمواصفات ديال المراجل القديمه، لان كان هناك تتبع من طرف مختبر للبي دي زو لعده سنوات وعندنا الارقام، وغادي يكون هناك تتبع كذلك خلال هذا الموسم ديال هذه المراجل الجديده. وحنا يعني كنرتقبوا باش يكون يعني واحد التحسين في المناخ ولا في المجال ديال المناخ في المجال ديال المؤسسه وكذلك الساكنه ديال المدينه على الاقل ب 60%. كما شفتوا بانه يعني ما كاينش لا ازعاج، راكم كنتوا حدا المراجل ما كاين لا ازعاج، لان المراجل فاش كتكون تخدم يعني بطريقه مستمره مع 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 الوحده يعني تتكون المسائل بحال المراجل ما كايناش، راكم شفتوا هذا الشيء عن قرب فعلا. يعني في المده ديال التجارب ديال المراجل كانت هناك بعض الانزعاجات ولكن قليله، وكانت لمده ديال جوج دقائق جوج دقائق ونص، لان كان هناك بروتوكول ديال التجارب لا بد ما خصنا نديروه مع احترام جميع الضوابط باش نتاكدوا بانه يعني المشروع ناجح 100%. والحمد لله كما راكم شفتوه تيشتغل الطريقه اللي غادي يشتغل فيها في الموسم، والحمد لله. يعني هذا المشروع واش غادي يسرع وتيرات الانتاج؟ وشحال النسبه ديال الانتاج بالنسبه لهذا المشروع؟ لا نقول لك بانه مشروع يعني اللي عملنا اليوم هو يعني مشروع اللي غادي اللي تغير المراجل القديمه اللي عندها تقريبا 50 سنه، تكون عندها 50 سنه تخدمات ومجبرين اليوم باش نجددوها، والتجديد ديالها خاصو يكون تجديد بتكنولوجيا عاليه الشيء اللي دار، وبتكنولوجيا اللي تحترم جميع الضوابط المعمول بها داخل الوطن. المسائل اللي دارت فعلا وشاهدتوها وغادي تتبعوها خلال الموسم ان شاء الله. عدد المنتوج اليوم، عدد المنتوج اليوم امام المدافعين ديال البيئه، البيت ديال كوزيمار مفتوح امام المدافعين على البيئه، احنا مفتوحين امام الجميع وخاصه الناس اللي رافعين كشعار المحافظه على البيئه، احنا منفتحين واللي بغى يجي المؤسسه واللي بغى يستقبلوه ما كاين حتى شي مشكل، ما عندناش يعني شي ان كومبلكس بارابور سا كومبلكس، لانه حنا ما يمكنش اليوم المجموعه ديال كوزيما دير واحد المشروع اللي غادي يقلق الساكنه والعمر ديالها ولا غادي يقلق المجال المناخي ابدا. كوزيمار يعني تعتبر اليوم رائده في مجال المحافظه على البيئه على الصعيد الوطني، بحيث انه في خلال تقريبا 10 سنوات تم تقليص يعني ذاك البصمه الكربونيه ب 40%، وهذه ماشي سهله ما سهلاش، وباقيين غاديين جميع المشاريع اللي كنديروا الا وخاصها تساهم في تخليص هذه البصمه الكربونيه. فاش كنقول كوزيمار مجموعه ديك مؤسسه ديال ولاد عيال يعني على راسها. السيد المدير، الا بغينا نصنفوا الوحدات الصناعيه بالنسبه لولاد عياد مقارنه مع المناطق الاخرى والوحدات الصناعيه بالمغرب، هل ممكن ان نقول ان الوحده الام والوحده رقم واحد بالصعيد الوطني والافريقي وكذلك حوض البحر الابيض المتوسط هي الوحده تاع جهه بني مناخنفره ولاد عياد؟ ولما لا؟ ولما لا ولما لا، وخصنا نفتخروا بها وخصنا نحافظوا عليها وخصنا نحترموها، لان مؤسسه مواطنه رائده وكتساهم بكثير في النهوض بي 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 بالمجال السوسيو اقتصادي ديال المنطقه. السلام عليكم ورحمه الله. ميرسي سيدي.